موافق صادق أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وبالإجماع على عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهمة، وذلك خلال انعقاد أشغال دورة شهر مارس بمقر الجهة. وأدرجت في جدول أعمال هذه الدورة التي انعقدت بحضور والي الجهة 52 نقطة تشمل مشاريع واتفاقيات ومهيكلة ذات طابع بيئي وثقافي واجتماعي، وهمت بالأساس عدد من الأقاليم بالجهة. على مستوى ديال الإقليم فحص اللانجرة اليوم كان إقليم محظوظ من خلال برمجات العديد من النقاط اللي كتهم مجال ديال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها إعادة تهيئة وتوسيع الطريق الإقليمية اللي كتربط بين القصر الصغير وملوسة، وكاين هناك إعادة تهيئة الدوار غدير الدفلة اللي كيتواجد عند مدخل ديال مدينة طنجة. الدورة هذه احنا دابا يعني الدعم خرجناه بالنسبة للفرق، ولكن بالنسبة للمناظرة غادي نشتغلوا عليها في السنة الآتية إن شاء الله، باش يكون تغييرات بالنسبة اللي كيتحققت اللي كيتوصلوا بهم الفرق، غيكون تغيير آخر. وحنا كما ذكرت لك على حسب التنافسية، والبودجي تقريبا بالنسبة للكرة ديال القدم أظن 13 مليون ونص ديال الدرهم، والسقف الأكبر وهو بالنسبة للفرق ديال القسم الوطني الأول اتحاد طنجة والمغرب التطواني اللي عندهم المبلغ ديال 5 ديال المليون ديال الدرهم. هناك تقريبا ما يفوق 52 نقطة، وكتجلى في 8 ديال المحاور الأساسيين. اليوم المحور الأول هو مرتبط بالجاذبية والتنافسية ديال الترابية، واللي فيه خلق التنمية الاقتصادية واللي كتحققنا واحد الاندماج الاجتماعي. المحور الثاني كذلك يجي مرتبط بالتهيئة الحضرية وتجهيز لعديد من المدن في ظل الإكراهات اللي كتعرفها بعض المجالس، سورتو مجالس المدن الكبرى ديال الجهات واللي عندهم إشكاليات في التمويل، وهذا دعم أساسي اليوم كهذا المحور. هذا المحور كذلك الثالث هو مرتبط بالبيئة والمياه، سواء حماية من الفيضانات والحفاظ على الثروات متنوعة. وكتعرفوا اليوم كاين إشكالية حقيقية كتعيشها بلادنا وكيعيشها العالم كامل، هو اليوم كاين إجهاد المائي. فحاولنا كذلك اليوم الحمد لله هذه الجهة اللي كانت سباقة واليوم اللي مرت منذ سنتين وهي تشتغل على هذا القطاع، هذا هو قطاع حيوي. كذلك رابع مرتبط بالمصادقة على المشاريع، الشركة في إطار متعددة الجدوى بالنسبة لإنجاز بعض المشاريع المبرمجة. كذلك نقطة مرتبطة بمحاربة الهشاشة من خلال تجهيز بنية تحتية الأساسية واللي كتضمن واحد العيش كريم للمواطن. المحور السادس مرتبط بالتنمية الثقافية والرياضية والتأهيل، انتم تبعتوا معنا المناظرة الجهوية الأخيرة واللي كانت كتحس بأن خصنا يمكن نجودوا هاد الاتفاقيات ما بين القطاعات، ما بين الجامعات اللي كتحظى باتفاقيات داخل هذا المجلس. كذلك محور اخر هو المحور ديال الحكمه واللي هو مهم واللي كنحاولوا نشتغلوا عليه واللي كانت هنا. كما اتيا متوفره بالبدايه وزاره الداخليه، وهي نقطه تحسب لمجلسنا ولولايتنا من جهه اخرى للتنمية. مجلس الجهات التي تدعوها حكومه صاحب الجهه.